أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تمكنت قوات سوريا الديمقراطية فجر اليوم من استعادة السيطرة على نقاط جديدة في حي حطين الغربي في مدينة الرقة، وذلك عقب ساعات من إعلانها تحرير حي الرومانية القريب. رافق العمليات العسكرية قصف مدفعي وغارات شنها التحالف الدولي استهدفت مواقع داعش داخل المدينة. صعدت قوات الأسد والميليشيات الموالية له لليوم التاسع على التوالي الهجمات على مناطق المعارضة في مدينة درعا في مقدمة محتملة لهجوم واسع النطاق لانتزاع السيطرة على المدينة، إذ قال ناشطون لوكالة سمارت إن طائرات حربية يرجح أنها للنظام شنت أكثر من 10 غارات على أحياء مدينة درعا، كما ألقت طائرات النظام المروحية 14 برميلا متفجرا. أكدت الشرطة الاتحادية العراقية أن قواتها تتقدم باتجاه جامع النوري بالموصل القديمة آخر معاقل تنظيم داعش في الساحل الأيمن. صرح قائد الشرطة أن قطاعات الشرطة الاتحادية أنجزت مهامها القتالية فزنجيلي رفعت العلم العراقي فوق مبانيه. أعلنت القوات اليمنية الشرعية سيطرتها الكاملة على مبنى القصر الجمهوري في تعز وسط اليمن. قال الناطق العسكري لمحور تعز إن الإنقلابيين فروا من مواقعهم وتجمعاتهم المتبقية داخل القصر. أصل متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول منذ أن قطعت الدول العربية علاقاتها بالدوحة إلى نحو 2,600,000,000 ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37 مليار ريال، وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية. بدأت السعودية رسميا أمس تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي تستهدف السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وهي التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والغازية بنسبة 50%. ومن المقرر أن يتم العمل بها في دول الخليج إلى جانب المملكة. ذكرت وسائل إعلام صينية حكومية أن أحدث جولة تفتيش متعلقة بتلوث الهواء أظهرت أن أكثر من 70% من الشركات التي فحصتها السلطات تخالف المعايير البيئية. أذكرت وكالة الصين الجديدة أن ذلك جاء بعد عمليات تفتيش استمرت لشهرين وشملت 28 مدينة. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.